السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة انيمال وورلد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب. فيديو النهاردة هنتكلم عن جميع انواع السلاحف في العالم. بتعتبر السلاحف من الزواحف زي ما احنا عارفين، وهي قادرة على العيش في العديد من مواقع حول العالم. بيوجد نوعين رئيسيين من السلاحف، السلاحف البرية والسلاحف المائية. بتميز السلاحف بوجود درع صلب بيوفر لها الحماية من المخاطر. انواع السلاحف: بتنقسم السلاحف الى 12 فصيل وحوالي 200 نوع. وقسم العلماء السلاحف الى 3 فئات رئيسية: السلاحف البرية والسلاحف البحرية والسلاحف المياه العذبة. السلاحف البحرية بتتميز بأطراف مشابهة للمجاديف وعدم قدرتها لإدخال رأسها داخل الدرع الخاص بيها، وبتعيش في البحار وبتخرج لوضع البيض في الشواطئ. ومن الأنواع المعروفة ليها السلاحف الخضراء والسلاحف المخملية. السلاحف الخضراء بتنتشر في البحر الأبيض المتوسط وبتوصل طولها إلى حوالي متر، وبتعتبر السلاحف دي مهددة بالانقراض بسبب قابليتها للاستهلاك. بتضع الأنثى السلحفة الخضراء ما بين 100 ل 200 بيضة كل أسبوعين. السلاحف المخملية تميز بحجمها الكبير وعدم وجود درع خارجي، وبتعيش في البحار الاستوائية وبتبلغ طولها لحوالي 2.5 متر. نيجي بقى للسلاحف البرية. تمتلك السلاحف البرية درع قاسي جدا وراس مزودة بصفائح درعية، وبتتواجد في مناطق متعددة حولنا العالم باستثناء استراليا، منها السلاحف اليونانية والسلاحف المغربية. السلاحف اليونانية بتعيش في بلاد الشام وحوض البحر المتوسط، بتمتلك حجم متوسط. السلاحف المغربية بتعيش في افريقيا والمغرب وبتمتلك حجم متوسط زي السلاحف اليونانية. نيجي بقى للسلاحف الماء العذب. تتميز بحجم متوسط ويمتد طول ذراعها ما بين 9 ل 60 سم. يوجد منها 25 جنس و25 نوع زي سلاحف الفرات وسلاحف النيلية وسلاحف الأوروبية. نيجي بقى للتقاسم. بتختلف مراحل التزاوج في السلاحف حسب أنواعها. بيحصل تنافس كبير ما بين الذكور للحصول على الإناث. بيقوم الذكر بمغازلة الإناث قبل مرحلة التزاوج. بتضع الإناث البيض داخل حفرة من الرمال أو التراب وبتتركها هناك. تختلف كمية البيض حسب نوع السلحف، ويمكن الإناث السلاحف السير لآلاف الأميال لوضع البيض، وبتعتمد على المجال المغناطيسي للعثور على مسقط رأسها. فيديو النهاردة أتمنى يكون عجبكم. أشوفكم على خيرة الله في الفيديو اللي جاي. يلا سلام عليكم.